فسوريا اتسعت فيها رقعة المظاهرات لتشمل عدة مدن في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها آلاف المطالبين بالحرية والوحدة الوطنية. وقد تظاهر آلاف في مدينة درعا بجنوبي سوريا، كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة دير الزور شرقا، وشارك نحو 1500 شخص في مسيرة في بانياس الساحلية غربا، وتظاهر مئات الأشخاص أمام جامع السلام في ضاحية برزة قرب دمشق. أما في بلدة دوما فقد شارك آلاف السوريين في مظاهرة نادت بالحرية، وذكرت مواقع ناشطين سوريين على شبكة الانترنت أن حمص وأدلب ولاذقية وطرطوس وجبلة والقمشلي شهدت مظاهرات تطالب بالديمقراطية. إذن دكتور عزمي، بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية، يبدو أن رقعة الثورات تمتد على مساحات عربية أخرى اقتداء ربما وتفاؤلا بما جرى في هذين البلدين، وسوف تستمر بالامتداد، لأنه باعتقادي هنالك شيء مشترك يجمع بطبيعة الأنظمة ومطالب الشعوب وتوقع للحرية. طبعا يختلف الوضع الاجتماعي من بلد إلى بلد. لديك في حالتين مثل تونس ومصر ديكتاتوريات فارغة بدون أيديولوجيا بدون رسالة، ولديك وضع اجتماعي متجانس كان بالإمكان أن يقوم كله، ولديك جيش عنده تقاليد وطنية انحاز إلى المتظاهرين إنقاذا للدولة، استطاع في ذهنه أن يميز بين الدولة والنظام. لديك حالات من نوع، ولكن في النهاية ماذا حصل؟ في النهاية الشعب لم يقبل خيار النظام، إما أنا أو الفوضى. بالعكس أثبت أنه حتى في حالات في مصر جرت تمييز أو محاولة القول أن الأمر سيؤدي إلى فتنة طائفية، ثبت أنه بالعكس فتن مفتولة والشعب غير طائفي إطلاقا، ويتجه يعني إلى, إلى, إلى ترتيب وضعه بشكل مدني وديمقراطي. بالنهاية ما نراه في مصر وتونس الآن عملية إصلاح طويلة لن تنتهي خلال سنة أو سنتين، وسيستمر النظام الديمقراطي بالتطور، ويجب أن يكون الرأي العام والشباب أنت ترين أنه أصحاب الثورة قادتها شعبها جمهورها صاحي وكل الوقت يراقب هل قيم الثورة تطبق أم لا، هل هنالك من يريد أن يسرق قيم الثورة أو أن يصادرها أو أن يقوم بأشياء أخرى في خدمة أهداف باطلة. هذا الأمر أنا باعتقادي سيستمر في كافة الدول العربية. طبعا الدول العربية وضعها الاجتماعي مختلف، رقابة على أهداف الثورة. نعم، هلا في وضع في دول عربية أخرى مرشحة مثل كل الدول العربية للتحول الديمقراطي، ربما سيتم فيها التحول الديمقراطي بالإصلاح. لديك حركات الآن في بعض الدول العربية، نحن نرى الأردن حركة 24 آذار، حركة ديمقراطية بكل معنى الكلمة، حركة مدنية بكل معنى الكلمة، وجهت ببلطجية. الآن البلطجية حاولوا مع السلفيين ففشلوا، واتضح أن المجتمع لا يعني مش كل فئاته تقبل أن تكون سلمية، ولكن في النهاية المطالب عادلة ولا يمكن أن تنتهي إلا بعملية إصلاح ديمقراطي. وهم يقولون نريد إصلاح، يعني هم بأنفسهم يقولون نحن نريد إصلاح ونريد كذا وكذا. أنا أعتقد أن جميع المجتمعات العربية والأنظمة العربية ستضطر أن تعتاد على هذا وأن تقوم فعلا بعملية إصلاح. لن تقبل أي حركة في العالم العربي، أي شعب لن يقبل أن يقال له لا للإصلاح، وإذا قمت بثورة ستتحول إلى فتنة، فتنة طائفية، فتنة مذهبية، فتنة أمنية. فلسطيني أردني، كل هذا الكلام لم يعد مقبول على الشعوب العربية. الشعوب العربية الآن تقول لا، بالعكس احنا مش أقل من باقي الشعوب. ولماذا الفوضى بالضرورة هي البديل؟ ولماذا الفوضى بالضرورة هو بديل؟ وبإيش شعوب العالم أحسن منا؟ يعني لم يعد أحد يقبل من زعيمه أن يقول له أنت متخلف، أنت لست مثل الشعوب الأوروبية، أنت إذا أعطيتك المجال ستقوم بفتنة طائفية، هاي مصريين لا تستحق. لماذا يقال للشعوب ستقومون بفتنة طائفية؟ طب مصر كانت فيها محاولات شبيهة تشبه الفتنة الطائفية، وفي النهاية رأينا ثورة مدنية. سوريا لم تشهد فتنة طائفية، أنا لا أذكر في السنوات الأخيرة متى حصلت فتنة طائفية بسوريا. فلماذا يقال للناس إنه البديل هو الفتنة الطائفية؟ ومن يدعي للفتنة الطائفية؟ الناس تطالب بإصلاح، لماذا يرد على الإصلاح بهذا الهجوم القاسي على من طالب بالإصلاح؟ حتى من طالب من إصلاح من داخل المؤسسة يرد بهذا الهجوم القاسي. أصدقاء سوريا اللي طالبوا بالإصلاح يرد عليهم أنه كيف يثق أنه أنت تريد الإصلاح وتتهم من يريد الإصلاح بالعمالة؟ أو نفترض أن هنالك مؤامرة أجنبية، طب جميع الناس الذين وقفوا مع سوريا ضد المؤامرات الأجنبية في حالة المؤامرات الأجنبية يطالبون الآن الإصلاح بالديمقراطي. ولنفترض أنه توجد مؤامرة أجنبية، معناه الناس ممنوع تأخذ حقوق؟
يعني نفترض انه في مؤامرات، شو العلاقه؟ اذا انا اثبتت الان انه في مؤامره اجنبيه، هذا يعني انه ممنوع الناس تاخذ حقوقها؟ يعني الشعب السوري ببطل بده حقوقه المدنيه؟ بمعنى من يتآمر سيستغل هذه الاحداث، او من يتآمر هو الذي يحرككم بهذا المعنى ترفع لافتت. طب يعني حقوق الناس ممتازه بس في مؤامره خارجيه، يعني كل شيء بخير، ما في فساد، ما في اعتقالات بلا سبب، ما في رشاوى، في حريه صحافه. هذه الاسئله التي هي فقط في مؤامرة خارجية، هل هذا يعقل؟ أو في فتنة طائفية؟ هل طب ما الشعب أثبت كل تاريخه الحديث، يعني بالعهد العثماني شيء آخر، بس كل تاريخه الحديث أثبت أنه ما فيه فتن طائفية، وبحاول بالعكس جرت محاولة من الاستعمار ليلى، جرت محاولة مهم، جرت محاولة الاستعمار لتقسيم سوريا لأربع مناطق، من أفشلها؟ النظام الحالي أفشلها، قادة الحركة الوطنية من العلويين في المناطق الساحل ومن السنة ومن الدروز، وكان قائد للحركة الوطنية السورية أصلا من الأقليات، وكان مقبول سليمان ويحترمه السنة وغيره. صالح العلي معروف أنه علوي وكان من قيادة الحركة الوطنية في سوريا، لماذا نفاخر بهذا التاريخ ولا نفاخر بالواقع الحالي؟ يعني إن صرنا أصوليين، الماضي جيد والواقع سيء، الشعب السوري قادر على تجاوز هذا ويستطيع أن يعيش في نظام ديمقراطي بدون فتن طائفي. جيد. لا يحق لأحد أن يقول للناس أنتم طائفيون، لا يحق له. وأنا أفكر أنه الأمر الرئيسي أنه الشعب السوري يبلور موقفه المدني، جملته المدنية، جملته الديمقراطية، وحبذا لو قام النظام، الناس تقول، كل الناس تقول حبذا لو قام النظام بقيادة الإصلاح الديمقراطي، ولكن لا يستطيع أن يقول لن أقود إصلاح ديمقراطي، واللي بطالب بالإصلاح بدي أخونه وبدي أتهمه أنه مع مؤامرة أجنبية، وعليكم أن ترضوا بما هو قائم، ممنوع تتحركوا، ممنوع تعملوا. وبعدين حتى هي قضية السماح بالمظاهرات اللي سمعناها اليوم، ممتاز السماح بالمظاهرات، بس المظاهرات مش هدف، محدش عنده هواية يطلع يتظاهر ويتبهدل. المظاهرات لها مطالب، يجب أن تحترم المطالب وليس فقط حق التظاهر. دكتور عزمي.